الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله أبنائي طلاب الصف الثاني عشر، واليوم الدرس الثاني من دروس مجال الثقافة الإسلامية. وكان الدرس الأول في مجال الثقافة الإسلامية عن حقوق المرأة في الإسلام، وتكلمنا كيف أن الإسلام كرم المرأة، وكيف كانت المرأة عند غير المسلمين من الأمم السابقة من الهنود وغيرهم والنصارى والعرب في الجاهلية. واليوم سنتكلم عن الحاكم واجباته وحقوقه، وهو الدرس الثاني من مجال أو في مجال الثقافة الإسلامية، وهو الدرس الأخير لدروس التربية الإسلامية لهذا الفصل. ونستعين بالله أبنائي الكرام، نستعين بالله نبدأ درسنا. لماذا يحتاج كل مجتمع إلى حاكم؟ لماذا وجود الحاكم ضروري لأي مجتمع؟ حتى يوجه الناس إلى الخير وينسق أعمالهم ويحمي حقوقهم. لذلك في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم، كي لا يحصل النزاع والاختلاف وحتى يستقيم الأمر. ما إذا كان كل الناس يعني من رؤوسهم لا سرات لهم، ما ينفع. من الذي يختار الحاكم؟ عندنا في الإسلام أبناء الكرام، الذي يختار الحاكم هم أهل الحل والعقد وأهل البصيرة والرأي، يعني العلماء وكبار أصحاب العقل وإلى آخره. لأن الحاكم في الإسلام لا يفرض على الأمة فرضا، يعني إنما الأمر بالشورى. وعندنا سورة في القرآن اسمها الشورى. هل الحاكم الحرية في أن يقرر ما يشاء حتى ولو كان مخالفا للشرع؟ لا، بل عليه أن يلتزم بأحكام الشرع، لأن من أهم واجبات الحاكم حراسة الدين، فهو مسؤول أمام مجلس الشورى الذي اختاره، أي مجلس كان، عن أعماله. ما جزاء الحاكم العادل يوم القيامة؟ في الحديث أن الله يظله في ظله يوم لا إلا ظله. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أول من بدأ بمن يظلهم الله، يعني الناس في كرب وفي هم وفي نصب وهم مرتاحون، أول واحد هو الإمام العادل. لأن إذا صلح هذا الإمام صلح حال الناس كلهم، حال الناس كلهم. عدد حقوق الحاكم في الإسلام. الحاكم له حقوق أبناء الكرام وعليه واجبات. أولا، حقوقه السمع والطاعة في المعروف. ثانيا، المساندة وتقديم النصح، سنشرح هذه. ثالثا، عدم منازعة ولاة الأمر، تمام. فأولها السمع والطاعة في المعروف، فكما في الحديث إنما الطاعة في المعروف لكي يستقيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، واسمعوا وأطيعوا كما في الحديث الصحيح وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. أيضا النصح، الدين نصيحة، قلنا لمن؟ قال لله وملائكته ولكتابه ولأمة المسلمين وعامته. عدم منازعة ولاة الأمر حتى لا يصير المرء يعني الأمر خرجا ومرجا. هذه الأدلة الشرعية على وجوب طاعة الحاكم. طاعة الشعب للحاكم التزام خلقي سلوكي يتناسب مع مسؤولية الحاكم. لذلك يقول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اسمعوا وأطيعوا في الحديث الصحيح وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. كيف يمكن أن ننصح الحاكم إذا أخطأ؟ يجب على الشعب الدعاء للحاكم وتوجيه الخير والتعاون معه حتى يحكم شرع الله، وإن أخطأ فيجب نصحه بالسر. في الحديث: من أراد أن ينصح الذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن يأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هل يجوز الخروج على الحاكم؟ لا يجوز، لأن الخروج عليه وإثارة الشبهات التي تسيء بالظن أو تقلل من هيبته حتى لا تكون فتنة فتتحول إلى فوضى لا يحكمها القانون. متى يحق للمحكومين أبناء الكرام؟ متى يحق للمحكومين الخروج على الحاكم؟ الذي لم يحافظ على الحق، خالف شرع الله، جهر بمعصية، أتى بكفر بواح. الآن كما ذكرنا أبناء الكرام طلاب الصف الثاني عشر، حقوق الحاكم، الآن حقوق الرعية على الحاكم، ما يجب على الحاكم؟ أولا، حراسة الدين، هذا أمر مهم لأنه بلاد مسلمين، حراسة الدين وحفظه وإقامة أحكامه في ظل الشريعة الإسلامية. ثانيا، إقامة العدل بين الناس، فإذا كان الحاكم ظالما هذا ليس من غير تفريق بما فيها إقامة الحدود وتطبيق العقوبات. من حقوق الرعية على الحاكم استثمار خيرات البلاد بما يعود بالخير والمنفعة على أهل البلاد،
أيضا توحيد كلمة أبناء الأمة حتى تظل قوية أمام أعدائها فلا يطمع فيها. من حقوق الرعية أبناء الكرام على الحاكم توفير العيش والحياة الكريمة وتوفير فرص العمل لهم، لا أن يكون هو في رغد من العيش ومن يحكمهم في شظف وتعب وهم ونصب. من حقوق الرعية على الحاكم وواجبات الحاكم تولية أهل القوة والأمانة في المناصب والولاية العامة، أيضا حفظ المال العام وجمعه وصرفه بطريقة الشرعية. هذه حقوق الرعية. ما أساس وشروط اختيار الحاكم؟ كيف نختار الحاكم أبناء الكرام طلابنا؟ أولا أن يكون مسلما راشدا عاقلا، راشد يعني يزن الأمور، عاقل سليم الأعضاء حتى يتمكن من خدمة الناس. كيف واحد مثلا مريض أو مشغول لا يقدر. يختار بمبدأ الشورى، أن يختاره الناس. يتحمل الأمانة ورعاية مصالح الأمة، قادرا على تحقيق العدل والأمن، ذكيا فطنا، بل كان من الشروط عالما بأحكام الدين لأنه سيحرس الدين حتى يميز بين الحلال والحرام. نتعرف أبنائي الكرام على أمثلة للخلفاء الراشدين في السياسة والحكم. فمثلا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بويع أبو بكر بالخلافة بعد بيعة السقيفة تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. إذن انظر إلى هذه الكلمة العظيمة من أبي بكر الصديق، صار على سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يبدأ الشورى في حكمه، استشار الصحابة في محاربة أهل الردة عندما رفضوا دفع الزكاة. أما الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فانظر ماذا كان يقول، قال فيما رواه ابنه عبد الله، قال كان يقول: لو مات جدي، هذا الجدي اللي تشوفون على الشاشة بطفي يعني بشاطئ الفرات وهو في المدينة، لخشيت أن يحاسب الله. كيف من يضيع الناس، من يضيع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز الذي هو يعني من الناس من قال هو خامس الخلفاء الراشدين، لكن هو من التابعين، لكن من عدله، كانت سياسته في الإنفاق على ما يلي: ترشيد الإنفاق في مصالح الدولة، فكان يقطع الامتيازات الخاصة بالخلفاء أو بالخليفة أو بأمراء الأمويين، وترشيد الإنفاق الإداري والحربي. النظام السياسي الكويتي أبناء الكرام نظام متوازن، لأنه أقيم على مبدأ الشورى، وهو من المبادئ التي كانت سائدة في المجتمع القديم، والتي على أساسها تم اختيار الشيخ صباح الأول اختيارا شعبيا ليكون أول حاكم لدولة الكويت. ما المبادئ؟ عنصر أبناء الكرام، عنصر جديد، ما المبادئ السياسية في حكم الكويت؟ أولا مشاركة الشعب في اختيار الحاكم ورفض الاستبداد، فرض مشاورة الشعب ورفض التسلط. الحكم لأسرة الصباح جزء من المجتمع وهويته السياسية. اقتراب الحاكم من الشعب واستماعهم إليه وخضوعهم لمحاسبته ومراقبته. إذن اليوم تكلمنا عن الحاكم، واجباته وحقوقه. فللحاكم في الإسلام عدة حقوق، منها السمع والطاعة في المعروف، تقديم النصح، عدم منازعة ولاة الأمر. ثانيا طاعة الحاكم ثابتة بالأدلة الشرعية، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الخروج على الحاكم أو إثارة الشبهات، كل ذلك من باب سد حتى لا تكون فتن، سد الذرائع إلى غير ذلك، وهذا أمر من الله عز وجل. حقوق الرعية على الحاكم عديدة، يعني ما واجبات الحاكم؟ إقامة الدين وحراسته، والعدل بين الرعية، توفير العيش الكريم، إلى غير ذلك من الواجبات ومن الحقوق. إذن قيمتنا لهذا اليوم طاعة الحاكم العادل، أما مظهرها السلوكي فأطيع الحاكم ولا أخرج على حكمه، ولا أخرج على حكمه. نراجع قليلا من الأسئلة أبناء الكرام. السؤال الأول: ما أساس اختيار الحاكم في بلاد الإسلام؟ أولا كيف نختار الحاكم؟ مسلما، أن يكون مسلما راشدا عاقلا سليم الأعضاء، يختار بمبدأ الشورى، لأن الشورى أمر ضروري في كل الأمور،
يعرف عنه القدرة على تحمل الأمانة ورعاية مصالح الأمة، أو سيقوم على مصالح الأمة، قادر على تحقيق العدل وينصر الضعيف والمظلوم، ذكي فطن عالم بأحكام الدين وقواعده حتى يميز الأعضاء بين الحلال ويميز بين الحلال والحرام. السؤال الثاني: متى يحق للمحكومين الخروج أو الخروج على الحاكم؟ إذا لم يحافظ على الحق أو خالف شرع الله أو جهر بمعصية أو أتى بكفر بواح اكتب ما يجب على الحاكم تجاه الرعية: حراسة الدين وحفظه وإقامة أحكامه في ظل الشريعة الإسلامية، إقامة العدل بين الناس من غير تفريق بما فيها إقامة الحدود وتطبيق العقوبات، استثمار خيرات البلاد بما يعود بالخير والمنفعة على أهل البلاد، توحيد كلمة أبناء الأمة حتى تظل قوية أمام أعدائها فلا يطمع أو فلا يطمع فيها، توفير العيش والحياة الكريمة وتوفير فرص العمل لهم، تولية أهل القوة والأمانة في المناصب والولايات العامة، حفظ المال العام وجمعه وصرفه بطريقة شرعية. هذا باختصار ما يجب على الحاكم: حراسة الدين، إقامة العدل، استثمار خيرات البلاد، توحيد كلمة أبناء الأمة، توفير العيش الكريم، تولية أهل الأمانة، حفظ المال العام. وعلى مصلحة وخطأ: الحاكم له سلطة كاملة في حكم البلاد وتشريع القوانين، ليس له في تشريع القوانين أيضا، لأن الناس يساعدونه. الدعاء للحاكم أمر مشروع. نعم، يجوز أن تكون الشورى فيما نص فيه فيما فيه نص حسب حاجة الأمة. لا، الشورى إنما فيما لا نص فيه. ما ينفع نتشاور هل نسمح للخمر بالدخول أو بس بقطع الصلاة، لا، هذا نص شرعي. الشورى قاعدة أساسية من قواعد الإسلام. نعم، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، يعني صلحوني أو عدلوني. ما جزاء الإمام العادل في الآخر؟ جزاؤه يظله الله في ظله، يعني يرضى الله عنه يوم لا ظل إلا ظل. استخرج حقا من حقوق الحاكم على الرعية: إقامة العدل بين الناس من غير تفريق، خصوصا إقامة الحدود. ما المبادئ التي أقرها الخليفة أبو بكر الصديق؟ مبدأ الشورى من أهم المبادئ رضي الله تعالى عنه. علل ما يأتي: قطع امتيازات الخليفة وأمراء الأمويين في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لترشيد الإنفاق في مصالح الدولة. النظام السياسي في الكويت نظام متوازن لأنه يقيم على المبادئ السياسية وهي الشورى. من صفات الحاكم أن يكون عالما بأحكام الدين ليستطيع تمييز الحلال من الحرام. عدد حقوق الرعية تكلمنا فيها من حراسة الدين وإقامة العدل وتوحيد كلمة أبناء الأمة وتولية أهل الأمانة. إن شاء الله أبناء الكرام أننا أنهينا دروسنا، أسأل الله العلي الكريم أن يوفقكم في هذا العام وأن يعينكم على دراستكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.